في زمن مضايق الناس كلها، هما كتير جدا مش عارفين يستخدموه، هو زمن الامبرفاتو، زمن من أزمان الماضي. خليكم معانا نشوفه بالبلدي وبالجراماتيكا فيرا. خليكم معانا. بونسالفا توتي، اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات ايطاليان بروف. معاكم مينا يوسف، ونشوف مع بعض النهاردة أول حلقة في حلقات الامبرفاتو. إيه هو الامبرفاتو؟ الامبرفاتو هو زمن في الباساتو. نقوله كده بالبلدي الأول، يعني إيه بالبلدي أو الامبرفاتو هو إيه بالنسبة للغة بتاعتنا في العربية؟ لما كنت في البلد، أو لما كنت في إيطاليا، أو لما كنت صغير، كان الجو وحش، أو الساعة 10 أنا كنت نايم. كنت دي هي المربط، هو الأساس بتاع الإمبرفيتو. كل حاجة كانت بتاخد كن معانا في اللغة بتاعتنا المصرية أو العربية، هو ده الإمبرفيتو، ده بالشكل البلدي قوي. نتكلم دلوقتي في الشكل الأكاديمي، الأكاديميكو. واحدة واحدة، يبقى ورقة وقلم واكتب ورايا، واكتب ورايا برضو، ونكتب واحدة واحدة استخداماته، ومع كل استخدام نعمل إزامبيو. وفي الآخر هسيب لكم إزرشيتسي تخشوا تحلوها. إيه فايدة الإزرشيتسي؟ عشان أأكد المعلومات اللي أنا خدتها. تمام؟ نبتدي بأول حاجة. أول حاجة هي لأزيوني ريبيتوتي إي أبيتوالي. يعني إيه أزيوني أبيتوالي إي ريبيتوتي؟ أزيوني اللي هو الأكشن، أبيتوالي اللي هي المعتادة، ريبيتوتي اللي كانت بتعدد أكتر من مرة. كل ده في زمن الباساتو. يعني ايه؟ يعني ده بيكولو، ده بيكولو، يعني ايه ده بيكولو؟ من صغري جوكافو اكالشو، جوكافو اكالشو، جوكافو دي هي دي الامبرفيتو، ده بيكولو جوكافو اكالشو. او مثلا quando ero in Italia، quando ero in Italia mi svegliavo alle 6. لما كنت في إيطاليا كنت بصحى الساعة 6، أو لما كنت صغير كنت بلعب كورة، أو من صغري كنت بلعب كورة. تمام؟ يبقى أول حاجة هي أزيوني أبيتوالي، أزيوني أبيتوالي إي ريبيتوتي. حلو. طب تاني حاجة إيه هي؟ وخليكم معانا دايما بعيد في الباساتو بروسيمو، ده زمن في الماضي ملهوش اي علاقة بالمستقبل، بالحاضر ولا المستقبل، ملهوش اي علاقة. مش معناها اللي هو ليه عواقب او ملوش عواقب، معنى مش موجودة الحاجة دي. في ناس كانت بتعلم حاجات غلط، تقول لك حاجة كانت موجودة بتعمل في زمان وليها تأثير في الحاضر، ده كل ده حمادة، مفيش كلام زي ده. يبقى اول حاجة أزيوني أبيتوالي ريبيتوتي. تاني حاجة انتنسيوني، انتنسيوني، او ممكن احطها ديزيداريو في الباساتو. انتنسيوني يعني اللي انا كنت نيتي ايه، النيه ايه. ديزيداريو اللي انا كنت بتمنى ايه في الباساتو. زي مثلا يقول لك ايه، بيقول لك مثلا فلان وهو صغير كان نفسه يبقى دكتور، فلان وهو صغير كان عايز يبقى مهندس، فلان وهو صغير كان عايز يبقى طيار. بيقول لك مثلا جوزيب دا بيكولو، او خلينا في الاسماء بتاعتنا شوية، احمد دا بيكولو فوليفا فاري الميديكو، احمد دا بيكولو فوليفا فاري الميديكو. احمد من هو صغير كان عايز يبقى طبيب الميديكو. يبقى دي انتنسيوني، هو كان نيته ايه وكان عايز يعمل ايه من صغره.
تمام؟ يبقى قلنا كده أول حاجة أزيوني أبيتوالي ريبيتوتي إنتنسيوني. في حاجة تالتة ودي مهمة قوي، أزيوني فاتي in un momento preciso e non concluse. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا بقول لك الساعة 10 أنا كنت نايم، أنا قلت لك الأكسيوني عملت إمتى، بس ما قلتلكش انتهت إمتى، سبتها لك عايمة، تمام؟ سبتها لك كده. يعني مثلا أقول لك alle 10 ieri alle 10 dormivo، ieri alle 10 dormivo، يعني امبارح الساعة 10 أنا كنت نايم. خلي بالكو أنا ما قلتش أنا نمتش، أنا ما قلتش أنا نمت الساعة 10، قال لك أنا كنت نايم، يعني اوريدي أنا كنت قاعد وكنت نايم وكنت في سابع نومة الساعة 10. يقول لك أنا فضلت أتصل بيك الساعة 10، يا عم الساعة 10 أنا كنت نايم. كويندي alle 10 dormivo، alle 10 dormivo. دي مهمة قوي، إن في كذا أزيوني بتكمل، لأن الإمبرفيتو هو بيقول لك أنت بتعمل حدث غير محدد في الباساتو، عملت حدث غير محدد في الباساتو. زي بيقول لك مثلا ييري ايرو كون اكرم، ييري ايرو كون اكرم، امبارح انا كنت مع اكرم. ما قلتلكش اي حاجه غير ما اقول لك ييري سونو ستاتو كون اكرم بير 4 اوري، امبارح انا شفت اكرم لاربع ساعات. انا كده حددت اربع ساعات بقت باساتو بروسيما. كويندي خلي بالكم في الأكسيون، هل هي كونكلوزا؟ هل هي باينة؟ هل هي مش باينة؟ دي مهمة جدا، تمام؟ بير ديسكريفيري، بير ديسكريفيري اون أكسيون أو بير ديسكريفيري اون بيرسونا. يعني يقول لك الشخص ده كان رفيع، كان طويل، كان شعره أصفر. لما أنا أو موصف مثلا الشخص ده كان كريم زمان، الشخص ده قبل ما يتجوز كان بيضحك، الشخص ده قبل ما يسافر ما كانش لاقي ياكل، الشخص ده قبل ما يتعلم الايطالي ما كانش لاقي شغل، وهكذا. انا بوصف اشخاص كسيتواسيون او اشخاص كجسم او اشخاص كطبع، تمام؟ مثلا che ne so, Marco da giovane aveva i capelli lunghi. Marco da giovane aveva i capelli lunghi. Marco هو شاب كان شعره طويل. أنا كده وصفته، تمام؟ دي مهمة جدا. حاجة تانية descrivere l'umore أو السلوته بتاعت حد. يعني إيه الأموري والسلوته؟ أموري هو المزاج، السلوته اللي هي الصحة. يعني بيقول لك مثلا امبارح ما كنتش كويس، او كانت بطني وجعاني. ليه قلت كانت بطني وجعاني؟ ان هي حاجه كانت امبارح بس انا ما حددتلكش هي كانت وجعاني لمده قد ايه، او وجعتني الساعه كام بالظبط، او عملت ايه. هو قالت لك امبارح كنت تعبان، او امبارح كنت حاسس نفسي ديبريشن، يعني كنت حالتي النفسيه كانت تحت شويه. يقول لك ميسنتيفو جو، ميسنتيفو جو، جو يعني تحت، تحت مش معناه انا تحت، ميسنتيفو جو مورالمنت، ميسنتيفو جو. او ييري مي فاتشيفا مالي لا تيستا، امبارح انا كنت مصدع. ييري مي فاتشيفا مالي لا بانشا، ييري نون مي سنتيفو بانه، امبارح انا ما كنتش كويس. بيقول لك مثلا ييري نون مي سنتيفو بانه بير كويستو نون سونو فينوتو، امبارح ما كنتش كويس عشان كده ما جيتش. فده السبب لما بوصف حالتي النفسية أو حالتي الجسمانية أو حالتي لو مريض أو حاجة بستخدم فيه الامبرفيتو. وحاجة تانية لما بوصف فيها التيمبو اتموسفيريكو، المناخ. ييري بيوفيفا، برضو نفس الحاجة نفس الفكرة. خلي بالك ركز قوي في الحاجة دي. يعني ايه ركز قوي في الحاجة دي؟ لما انا قلت امبارح كانت بتمطر، انا ما حددتش امبارح كانت بتمطر لمدة قد ايه او لوقت قد ايه، انا قلت امبارح كانت بتمطر وبس، وقفت هنا وخلاص. ييري بيوفيفا، ييري فاتشيفا بيل تيمبو، ييري تشيرا السولي، ييري نيفيكافا. كل ده سايبه مش محدد غير ما اقول لك امبارح مطرت
لثلاث ساعات. ياري ابيفوتو بير 3 اوري، ياري ابيفوتو بير 3 اوري. انا كده حددت الاكشن بتاعي اتعمل في قد ايه. فكل ما حدد الاكشن بتاعي وقت الاكشن بتاعي بالظبط ده يشتغل كويس قوي، ده يبقى باساتو بروسيمو خلاص خلصت. لو انا ما حددتش وقت الاكشن بتاعي، الاكشن بتاعه هو الفيرب حصل في مده قد ايه، يبقى كده انا بستخدم الامبرفيتو. في فرق كبير قوي لما اقول لك ياري بيوفيفا، امبارح كانت بتمطر، او امبارح مطرت لمده 3 ساعات. ياري ابيفوتو بير 3 اوري، لمده 3 ساعات. تمام. حاجه مهمه تاني قوي 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 قوي، ودي حاجه خلي بالكم جدا، لما يكون عندي حدثين مع بعض ماشيين في نفس الوقت في الباساتو، كل ده بنحكي في الباساتو، انا بستخدم الاثنين امبرفيتو. يعني مثلا وانا بتفرج على التلفزيون كنت باكل، mentre guardavo la tv mangiavo، mentre guardavo la tv mangiavo. طب هي الاكشن هما الاثنين لازم يكونوا نفس الشخص؟ لا. ممكن اقول لك mentre mia sorella studiava io guardavo un film، mentre mia sorella studiava io guardavo un film. يعني عندما كانت اختي بتذاكر انا كنت بتفرج على تلفزيون، مش مشكله. يبقى كده خلي بالك لما يكون عندي due azioni contemporanee، contemporanee يعني في نفس ذات الوقت، في نفس الوقت. طب في حاجه تانية؟ في حاجه تانية، ممكن الاقي azioni ماشيه اتقطعت من azioni تانية. يعني ايه؟ وانا بذاكر اتصل بيا صاحبي، عندما كنت اذاكر اتصل بيا احمد مثلا، mentre studiavo mi ha chiamato احمد. يبقى اول azioni اللي هي الاساسيه، اللي هي الاساسيه خدت imperfetto. الحاجه الثانيه اللي هي جت وقطعت الازيون الاساسيه بتاخد باساتو بروسيمو، mentre studiavo mi ha chiamato احمد. هي قطعت زي ده مثلا خط المذاكره، حاجه جت وقطعته في النص، او بعد ما خلصت كملت مذاكره مش مشكله بس قطعته. تمام. في برضه ممكن يقول لك ايه، ممكن تيجي بالعكس يقول لك مثلا انا شفت خناقه وانا جاي، هو انا ما وقفتش بس انا شفت الخناقه، او شفت حادثه في الطريق وانا جاي. يعني لك ho visto un incidente mentre tornavo a casa، ho visto un incidente mentre tornavo a casa. انا ماشي بالعربيه وشفت حادثه وانا ماشي بس. برضه ده ليه؟ عشان في حدث انا ماشي فيه هو الامبرفيتو، tornare a casa، tornavo a casa هو ده الحدث، وشفت الحادثه ده الحدث الثاني. تمام. في حاجة تانية صغيرة قوي، آخر استخدام يعتبر، ده بيستخدم في الإيطاليانو بارلاتو. عارفين في المصري لما أقول لو سمحت كنت عايز أعرف، هي كده. لما أقول لحد سكوزا أو سكوزي، فوليفو سابيري، فوليفو سابيري، فوليفو سابيري ده imperfetto. سكوزي فوليفو سابيري a che ora arriva il treno، أو فوليفو سابيري a che ora apre il negozio. ديت هي دي. يقول لك سكوزا وسكوزي، يقول لك سكوزا volevo chiedere un attimo una cosa، volevo chiedere un'informazione، كنت عايز اسال عن معلومات. تمام. دلوقتي نشوف دلوقتي التصريف بتاعها، ده زمن imperfetto indicativo semplice، semplice يعني كل فيرب بيتصرف. خلينا مثلا فيربو اري، فيربو parlare، parlavo io parlavo tu parlavi lui parlava noi parlavamo voi parlavate loro parlavano. Io parlavo parlavi parlava parlavamo parlavate parlavano. Credere credevo credevi credeva credavamo credavate credevano. Verbo ire partire. Io partivo partiva partivo partivi partiva partivamo partivati partivano. Verbo avere, io avevo, tu avevi, lui aveva, noi avevamo, voi avevate, loro avevano. Verbo essere, io ero, tu eri, lui era, noi eravamo, voi eravate, loro erano. Dil verbet al-asasiya
هنعمل حلقة تانية نعمل فيها تاني الكومبير الكومبراسيوني ترا الباساتو امبرفيتو، ونكمل فيهم الفربات الانفينيتو. هتلاقوا تحت في فايل تقدروا تروحوا وتشوفوا الشرح اللي احنا عملناه كله بال يعني كل الكاز اللي موجودة مع تصريف الفربات مع الفربات الريجولاري. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم دوسوا لايك وسبسكرايب. احنا بنعرف اذا كانت الحاجة عجباكم ولا مش عجباكم بالكومنتات اللي انتوا بتسيبوها او باللايكات اللي انتوا بتسيبوها. ولو الحاجة تشير وكانت بتزيد دي حاجة بتقدر تخلينا تدينا حافز ان احنا نكمل ونعمل لكم فيديوهات جديدة. ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, studiate bene questa roba. Guardate bene gli altri video del passato prossimo per poter capire meglio qual è la differenza tra il passato prossimo e l'imperfetto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti. Ciao a buonasera tutti. A tutti. Ciao a tutti.